اللي يتابع الأخبار العالمية واقعا يشير يقول هناك تقسيم مقبل للعراق. وأنا أقولها بصراحة، في 2014 و2015 من تحشي لك واحد من الرمادي والموصل تقول له تريد إقليم، يقول لك لا أنا أريد دولة اتحادية. الآن تسأله نفس اللي سألته ب 2014 يقول لك نعم أريد إقليم، أريد أني أقدم بلد مستقل. والآن تابعوا البيجات والصفحات، هذا اللي يقول راح نعد جيش، وهذا اللي يقول راح نتطوع وندرب بتركيا، وهذا اللي يقول ندرب بكذا دولة. زين احنا في ظروف خطرة تحيط بالعراق، تحيط بالنظام، تحيط بالبلد، ونفكر بإسقاط الحكومة؟ لا، اليوم نفترض أن نأجل خلافاتنا ونسأل أبنائنا بالوسط والجنوب والمنطقة الغربية شنو مشاكلكم، خلينا نحلها. النظام السياسي اللي جعلنا بدوامة يعني خلى ايد المسؤول مغلولة. اليوم لا وزير يقدر يشتغل براحته، مو معنى الوزير جيد، لا، الان عندنا بعض الوزراء لا يستحقون ان يكون مسؤولين مدراء روضة في هذه الحكومة مو في غير حكومة.